أحبائي مشاهدي قناة لوجوس في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من حلقات حوار على الهوى، اللي هتكون النهاردة بعنوان أطهر زوجة لأقدس كاهن. طبعا عرفتوا هنتكلم عن مين النهاردة. هنتكلم عن تاسوني أنجيل حرم المتنيح القديس أبونا بشوي كامل، كاهن كنيسة ماري جرجس بسبورتينج بالإسكندرية. النهاردة ياريت نبتدي مع بعض بفيديو رقم 2. لمن يتذن في صاني مؤونين زين صفيت اكتين في الشيشنين اهوم يزن يهوف لمن يتشلين ازن تيقوم تيسن تفيقازي وهم فلتين كريا ليسونا موين مارن وستنتي اتريا اسس هو بتفيو نم بشيرين ببن مصوى انا خاني لا اوسني اخرستي يا نوس فاي غاربي بنوتي ان الي ثنون اوه البيس انتا انخن في اتو هو اب ماريا ارف نوتي ناينا يتنس برزبية شيريني. طبعا زي ما انتم عارفين وصل جثمان تاسوني انجيل باسيلي مساء يوم الأحد إلى كنيسة ماري جرجس سبورتينج، الكنيسة اللي هي عاشت عمرها فيه علشان تخدم ربنا بكل أمانة مع زوجها وتكمل رسالة زوجها المتنيح القديس أبونا بشوي كامل. طبعا حيث الصلوات تمت بأسلوب كنسي جميل، الصلوات تسبيحة نص الليل، بعد كده تاني يوم اللي هو يوم الاثنين كان القداس الإلهي على روحها، وحيث توافد أحبائها من كل مكان للمشاركة في الجنازة. طبعا كل الناس كانت نفسها تكمل وتشترك مع الملائكة في توديع خادمة محبوبة لربنا جدا، وكمان علشان يقولوا لها سلمي على أبونا بشوي وأنتوا الاثنين اذكرونا في صلواتكم. هي ما كانتش مصادفة وإنما ترتيب إلهي أن يوافق يوم نياحة تاسوني أنجيل يوم 24 نوفمبر 2019، ويكون ده نفس يوم زفافها الأرضي لأستاذ سامي كامل هو أبونا بشوي كامل بعد كده، حيث أنها اتجوزت يوم 24 نوفمبر ولكن سنة 1959، وكأنها تزف إلى السماء في ذكرى زفافها الأرضي. نشأة تاسوني أنجيل طبعا زي من المصادفات برضو الجميلة جدا أن تاسوني من مواليد اللد في فلسطين، وطبعا هي كانت بتخدم مين؟ ماري جرجس، وهو منين؟ من فلسطين برضو. فالمصادفة الجميلة عشان دي رسالة هي تقدمها لربنا عن طريق شافعها ماري جرجس. طبعا هي اتنشأت في عائلة أرثوذكسية مباركة عاشوا بالإسكندرية، طبعا كان هدفهم ان هم اللغة القبطية تبقى أساس لغتهم اللي هي حافظوا على التقاليد بتاعتهم. طبعا هي بتنتمي لأسرة كهنوتية كبيرة بتتكون من أب وأم عندهم 11 ابن وابنة. طبعا الأبناء معروفين، نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس أسقف ملاوي، وأبونا الحبيب أبونا بيجول باسيلي راعي كنيسة القبطية بفرانكفورت بألمانيا، وأبونا كرولوس باسيلي راعي كنيسة بهولندا، والدكتور فايز باسيلي، والمهندس فيكتور باسيلي، والمهندس ماهر باسيلي، وأمنا أغابي اللي هي راهبة بدير أبو سيفين اللي هي تنيحت في التسعينات، وأمنا يوستيني، وبنتان متزوجان أحدهن في مصر والأخرى في كندا. طبعا الأسرة بتعمل في الخدمة الكنسية منذ صغرهما بصورة
لا تتكرر كثيرا في حياتنا الأسرية حاليا. يعني احنا دايما لما بنيجي نشوف الأسر تلاقي ممكن كذا واحد، ممكن 4 اخوات او 3 اخوات، ممكن تلاقي واحد بس هو اللي بيخدم ربنا. لكن لما تكون أسرة كلها بتخدم ربنا دي بتبقى حالة نادرة جدا، بنتمنى ان احنا نشوفها في أسرنا كلنا يعني قدام. في صورة جميلة جدا، هي صورة رقم 3، عايزين نشوفها، صورة البابا كرولوس مع الأسرة، ياريت تتعرض. طبعا البابا كرولوس وعلاقته بالأسرة علاقة جميلة جدا منذ الصغر. البابا كرولوس اللي بيبارك الإخوة، 3 من الإخوة من عائلة مباركة، عائلة أرثوذكسية، بتعيش الكنيسة، وترى الشماس الصغير خجولا جدا. شايفين الشماس الصغير على الشاشة ازاي خجول جميل. الشماس ده بيصبح بعد كده هو أسقف اللي هو نيافة الحبر الجليل الأنبا ديمتريوس، اللي كان في وقتها كان الشماس إيميل باسيلي مقار. وطبعا كان في أبونا بيجول بس هو مش معهم في الصورة هنا، وطبعا تاسوني أنجيل. وعلاقته وعلاقتهم بالبابا كرولوس وإزاي العلاقة دي توطدت مع الأيام اللي هنعرفها بعد كده في الحلقة دي. لو هنتكلم عن اللغة القبطية في حياة تاسوني أنجيل، هنلاقي أن تاسوني أنجيل اتربت في أسرة عاشقة للغة القبطية، وهي من الأسر القليلة دلوقتي لحد دلوقتي بيتكلموا باللغة القبطية في الحياة اليومية العادية. بنقول وبنذكر أن والد ووالدة تاسوني أنجيل اهتموا قوي باللغة القبطية، وأنه خلوها هي اللغة الأساسية اللي بيتكلموا بيها في بيوتهم، وبالتالي خلوا الأبناء أن يعتبروا أن هي دي اللغة الأساسية اللي هي بيتكلموا بيها وأتقنوها تماما. و مع لو نعرف كمان كلنا نيافة الأنبا ديمتريوس شقيق تاسوني أنجيل الأكبر، هو بيرأس قسم اللغة القبطية بمعهد الدراسات القبطية بالقاهرة، وليه إصدارات كتيرة من الكتب في تعليم اللغة القبطية، وما فيش حد من دارسي اللغة القبطية إلا وأكيد عنده في بيته كتب من كتب الأنبا ديمتريوس. لو بنتكلم كمان تاني على تاسوني أنجيل، بنتكلم إن هي أتقنت اللغة القبطية تماما، وكانت بتترجم ترانيم والتسبحها كلمة كلمة، فده بيورينا قد إيه هي من أسرة مسيحية أصيلة أرثوذكسية بتحب لغتنا القبطية وكنيستنا القبطية، وقدمت مثال رائع في إزاي كخادمة إزاي تتقن اللغة القبطية دي، وتحبب أولادها وبناتها الروحيين إنها تسلمهم اللغة دي، وإن هم يتعلموا منها حب اللغة القبطية زيها كده. نتنقل لخطوة تانية جدا ومهمة جدا في حياة تاسوني أنجيل، زوجة الكاهن. طبعا زوجة الكاهن، لو احنا هنتكلم عن زوجة الكاهن يبقى عايزين بحر من الحلقات، مش هتكفي حلقة واحدة بس، لان زوجة الكاهن معين نظير لهذا الكاهن طيلة حياته. وسامحوني ان انا اقول يا ما شفنا زوجات كهنة بيكونوا سبب ان الكاهن يفشل في خدمته، لكن تاسوني أنجيل كانت معين نظير لأبونا بشوي كامل. القوانين القديمة في الكنيسة بتطلب من المرأة التي بنعمة ربنا انها تصبح زوجة للكاهن ان تمتلك فضائل ومواهب روحية. يجب ان تكون زوجة الكاهن المستقبل محبة وذات ميل رعائي لطيفة وصاحبة إيمان عميق ومحبة لله. يجب أن تكون امرأة ذات خلق حسن. يجب أن تكون على استعداد للمشاركة والمساهمة في خدمة الكاهن. لكي تكون المرأة زوجة كاهن يجب أن تتقبل ما يلي: أول حاجة البركة، التضحية، الخدمة والمسؤولية. عشان كده ممكن بعد إذنكم نتفرج على فيديو رقم 4. يا رب أنت تعلم أني أحبك، قال له إرعاب عنبي.
دخل كلية علوم، وكلية علوم من ترتيب ربنا الحلو كانت قريبة خالص من كنيسة العدرا محرم بيه. فكان ينزل من الكلية يروح يدخل الكنيسة، وفي مقصورة للست العدرا، كان ده المكان المفضل ليه يقعد فيه بين المحاضرات حاجات زي كده، كان يحب قوي يقعد فيه، هو اللي كان بيحكي لي الحكاية دي يعني. لكن زي ابتدى خدمته كان هو يعني بدأ بنفسه، يعني كان هو مواظب على صلواته وحضوره القداسات وكده، وما يضيعش وقت بعد القداس يقف يتكلم ويضحك ويعمل يهرب لحياته ويصلي مثلا او يروح يذاكر. فاصطادوا، كان فيه خادم حلو خالص اسمه الدكتور راغب عبد النور، وكان هنا بيخدم في اسكندريه، انا شخصيا ما كنتش اعرفه يعني، بس هو كان من زمان يعني، فلمحه وهو بيتناول ومواظب واعجب بشخصيته. فاصطادوا مره وهو جاي خارج من المناوله، قال له ممكن تيجي تساعدني؟ هو بقى خدوم وحلو وعاوز يساعد، فقال له ايوه تحت امرك يعني، فكر حاجه يساعده صحيح يعني. فقال له انا اصلي انا ماسك اجتماع شبان وكده، وبس انا يعني هكون مشغول ومش لاحق، فممكن انت تتكلم معاه؟ قال له انا مش بعرف، ما خدمتش قبل كده يعني. قال له لا ما دي بسيطة خالص، انت تتكلمهم ان كان موضوع عن كذا. ده ابونا اللي حكى لي، وبعدين عرفت فعلا من الدكتور راغب عبد النور اولاده وكده جم حكوا لي نفس الحكاية يعني. فقعد يتمشى مع ابونا كده في الحوش بيقول له ازاي يحضر يعني. فابونا فكر ان ده كل ده يعني عشان يساعد الدكتور راغب يعني، مش ان مسك خدمه دلوقتي، ما يعرفش ان هو بيمسكه خدمه يعني. فبعد ما راح وكلم الولاد، الولاد اعجبوا بيه، نعمه ربنا يعني، ما كانش بيتكلم بروحه هو بس بروح ربنا، عشان كده ربنا اشتغل في كلمته، وكلمه ربنا لا ترجع فارغه. ف الولاد او الشبان انبسطوا قوي قوي، وطلبوا الدكتور راغب ان يجيبه لهم مره تانيه. فراح برضو كلمه مره تانيه، قالوا انا غلبان مش بعرف. قالوا لا مش برضو زي ما عملنا المره اللي فاتت، يلا نحضروا كده مع بعض. هو يدوبك المرتين دول وبعدين مسكوا بقى خدمه. لا انا بصراحه انا بفرح ان هو بيبذل نفسه عشان الخدمة يعني، ده دي أمانة أكتر، إن هو كل ما يتعب أكتر ربنا يعني يفرح بيه ويبارك، وتبقى دي أمانة أكتر في الخدمة. عمري ما أكون أنا سبب عصره أقول له تقعد أنا، لا أنا عاوزاه يشتغل عاوزاه. لو حضراتكم واخدين بالكم من حاجة لازم هتشوفوها في كل فيديوهات تصوني أنجيل، إنها نكرة نفسها خالص، بتقدم أبونا بشوي عنها، وده من فضائلها اللي معروفة عنها، مفيش ولا فيديو تتكلم عن نفسها. خلي بالكم معانا. هنرجع تاني لزوجة الكاهن. موافقة زوجة الكاهن على صيامة الكاهن والمشاركة فيها، طبعا احنا عارفين ان اي واحدة تبقى جوزها مرشح للصيامة لازم ياخدوا رأيها أولا وموافقتها، عشان كده قداسة البابا دايما أول واحدة بيحب يقابلها هي زوجة الكاهن، بعد الترشيحات طبعا اللي احنا عارفينها يعني، وبياخدوا منها الموافقة خطيا يعني، لازم تكون ماضية بإيديها. طبعا هي مش عشان هترجع في كلامها، بس عشان ضمان هذه الموافقة يعني. وعشان كده لسبب واحد، إن زوجة الكاهن بتكون معينا نظيرا له زي ما قلنا، وفي نفس الوقت هما جسد واحد، وعشان كده بنلاقي ان سر الكهنوت بيجي بعد سر ايه؟ بعد سر الزيجة المقدس، الزيجة والكهنوت. واول ما الكاهن بيتوضع يده عليه ويتم صيامته، بتصرخ مع الشعب كله اعلان ليها برضو، وتقول اكسيوس اكسيوس اكسيوس، يعني مستحق مستحق مستحق.
صرخة الزوجة هنا بتكون لالتزامها وإظهار موافقتها والتزامها بالله وزوجها مع بعض في نفس الوقت، وهي لازم تكون خادمة معاه وجزء لا يتجزأ من حياته اللي احنا شفناها في حياة تصوني أنجيل. وعشان كده من تقاليد الكنيسة أعتقد لغاية دلوقتي بتحدث إن الزوجة بتبقى من أول المتناولين من الأسرار المقدسة من يد زوجها أبونا في اليوم استلام الذبيحة، كتقليد إنها بتقول له أنا بديت معاك الخدمة خلاص، إحنا بقينا جسد واحد في المسيح. وده اللي كان بيقدسه اللي هم الروح القدس ثبته في سر الزيجة المقدس. وعلشان كده لما بنلاقي معلمنا بولس الرسول في رسالته لأفسس اللي بتتقري في يوم الإكليل المقدس يقول لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. وفي صورة جميلة قوي القديس كرولوس قديس من القرن الثاني آسف بيصور صورة جميلة جدا للمائدة الإفخارستية في أيقونة، في أيقونة كده جميلة يد رجل بتمتد لخبز وامرأة واقفة وراه بتصلي، بتمثل المسيح والكنيسة. والصورة دي بترمز إلى كاهن متزوج وزوجته مع الحب العميق لله ولبعضهما البعض، الاثنين بتقسموا المسؤولية، الزوجة تخدم بأسلوب بيكمل زوجها الكاهن والكاهن بيخدم بأسلوب بيكمل اللي مراته اللي هي زوجته وشريكة حياته بدياه معاه من أول سر الزيجة. عشان كده ممكن نتفرج على فيديو رقم 12 غاوي اسمع كلامه يعني لكن هي لو الواحده يعني الزوجه تحب تتمسك بكلام الكتاب المقدس يعني هتلقى ان هي ان طاعت هتاخد بركتين مش بركه واحده، هتحافظ على سلامه البيت، والناحيه الثانيه نفذت وصيه انجيليه كبيره خالص يعني يقولي زينا انفسهن خاضعات لرجالهن لو وقف عند كده زي بعضه. لكن هو بيقول ايه تاني؟ بيقول حتى لو كان البعض لا يطيعون الكلمة يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، يعني حتى لو الشخص ده ما مش بيحب ربنا ما بيعرفش ربنا يعني لا يطيعون الكلمة، قال يربحون بسيرة النساء بدون كلمة، يعني هتكون سبب بركة له لما تكون هي خاضعة ومنكسرة تكسب الجو خالص، لأن لما نخبط في بعض نكسر دماغ بعض. أما واحد يتعطي لأن الشيطان هو اللي عاوز يقسمنا، مش إن أنا وحشة أو هو وحش، لا الشيطان هو اللي بيهيجني ويخليني الموضوع يكبر في مخي وابتدي كلام ويكبر المواضيع قبل ما يكبر وقبل ما يعمل. لو انا يعني تواضعت شويه وخضعت شويه الشيطان ما يبقالهوش مكان يهرب على طول، هو عاوز يقوم الدنيا. نقول صوت الرب يطفي لهيب النار، يطفي لهيب النار. اثرت النشاه الدينيه في حياه تصوني انجيل وخلتها تشتاق لحياة الرهبانة جدا زي إخواتها، وكان كل قلبها إنه أمنية قلبها إن هي عايزة تكون بتول وتبقى رهبة. ربنا حقق لها الأمنية دي بس بطريقة تانية مختلفة شوية، إنه رتب لها إن هي ترتبط بقديس العظيم أبونا بشوي كامل اللي هو برضو كان عنده نفس الميول الميول الرهبانة ونفس ال حب الحياة الرهبانية، فبالتالي ربنا رتبهم لبعض علشان يعملوا بيت جميل مسيحي ويخدموا بيه ولاد ربنا ويوصلوهم للمسيح.
وده اللي حصل فعلا بين تاسوني أنجيل لما اختيرت زوجة لأبونا بشوي كامل باختيار الروح القدس إنها ترتبت لأبونا بشوي كامل، واتفقوا فعلا إن هم يعيشوا حياة البتولية وهم متزوجين ويتفرغوا بالكامل للخدمة والحياة للسيد المسيح. الجميل برضو إن تاسوني أنجيل بتحكي إن في نفس يوم زفافها الصبح راحت علشان تجيب الدبل، راحت من غير أبونا بشوي كامل اللي هو كان ساعتها الأستاذ الخادم سامي كامل، وراحت عشان من غيره علشان لأن هو ساعتها في نفس يوم زفافه راح عشان يقدم استقالته من العمل قبل الكهنوت. وسبب السرعة في الخطوبة والإكليل إن كان صيام الميلاد بيبتدي يوم 25 نوفمبر من كل سنة، وهم كان البابا كرولوس عايز يرسم أبونا بشوي كامل قبل صيام الميلاد، فبالتالي هي راحت تجيب الدبل ليها ولي، وهو راح قدم استقالته في نفس اليوم الصبح، وتمت الصيامة لأبونا بشوي كامل بعدها بأسبوع، بعد الزواج بأسبوع، كان يوم 2 ديسمبر سنة 1959. الخدمة في حياة تاسوني أنجيل، طبعا أنا لما بقول تاسوني أنجيل لازم على طول أبونا بشوي كامل، يعني ما أقدرش أفصل بينهم خالص. يعني هم حتى لما كانت تاسوني بالجسد على الأرض كان في كونتاكت كده بينهم، أكيد ما بينهم في الأرض وفي السماء، وعلشان كده اللي هنعرفه بعد شوية برضو إزاي أبونا بشوي كان بيتواصل مع تاسوني أنجيل. ابتدت الخدمة مع قدس أبونا وهي كانت من أوائل الناس اللي سافروا معاه المهجر للخدمة في أمريكا زي ما احنا كلنا عارفين، وكان تأسيس كنيسة ماري مرقس اللي احنا هنشوف الفيديو بتاعها دلوقتي. طبعا كنيسة ماري مرقس في لوس أنجلوس اللي كانوا لسه بيحتفلوا بخمسين سنة على تأسيس هذه الكنيسة من أيام قليلة. وكانت تاسوني أنجيل من رواد خدمة الافتقاد وخدمة المحتاجين والفقراء. طبعا تميزت تاسوني أنجيل ببساطة القلب ونقاء السيرة، وكانت زاهدة في كل حاجة في الماديات والمقتنيات. كانت عندها فضيلة جميلة جدا اسمها فضيلة الصمت والهدوء الرزين مع أيضا الوداعة. كانت بتظهر حبها للناس زي ما كان بيقول لها قدس أبونا بشوي، كانت بتعمل بالظبط، كانت مطيعة لي، كانش تقول له حاجة غير حاضر. وكان حبها للأشرار قبل الطيبين، يعني أولادها كانت في ناس مش هنقول أشرار، هنقول إن هم كانوا شوية ممكن بيجي منهم مشاكل، لكن كان حبهم لهؤلاء لا يقل عن حبهم للناس العاديين جدا. يعني الشيء الطيب اللي كان بيجمعهم انهم كلهم ولاد ربنا، يعني كان ابونا يقول لهم ده ابن ربنا لازم يتجمعوا تحت يد الله ونصلي لهم، الناس اللي هي وحشه نصلي لهم، عشان لو احنا ما صليناهمش يبقى احنا كده بنحتقرهم، ودي اهانه لابونا السماوي. لو احنا احتقرنا هؤلاء الصغار يبقى احنا فعلا بنحتقر ابونا السماوي، وده ما يصحش. عشان كده كان بيبذلوا خدمتهما معا بكل اهتمام، وعشان يوصلوا رسالة حقيقية لهم، وان ربنا بيعرفوهم ان ربنا بيحب الكل، بيحب الخطاة قبل الكويسين. تعالوا نشوف مع بعض الفيديو رقم 14C. يعني مش عاوزة احكي لكم على حكاية الاكل دي لحسن، دي جنب تاني خالص. اولا ابونا كان يعرف يعني كل انواع الطبيخ لانه كان متغرب هو الواحد هنا، فكان بيعرف يطبخ كويس قوي، ويجي يقول لي ده اقول هتكون عامل اي حاجة، يقول لي هتعمليها ازاي، اقول له مش عاوزة فلسفة، يعني انا يعني ولا مؤاخذة خايبة قوي في الطبيخ.
فقول يعني ده اي حاجه يعني تعمل. قال لي لا مش اي حاجه يعني، قولي لي تعمل ايه. اقول اعمل كده، يقول لي يا شاطره ده لازم تعملي ده الاول وتعملي ده، يعني يفضل يشرح لي يعني. ومره ظبطني وانا بكلم ماما وبقول لها احط المكرونه لما الميه تغلي ولا وهي بارده، يعني سمعني ومسكهالي. ما كنتش مش غاويه، كنت انا ادخل المطبخ كتير يعني. والحمد لله ان ابونا طلع ناسك شويه يعني، ما يهموش قوي الاكل يعني. بس لو حرقته مره حرقت الاكل وبعدين احتار هعمل ايه دلوقتي. ده انا باخد مني تعب عشان كان مش عارفه كانت ايه يعني الطبيخ كان ايه. رحت جايبه حله تانية بسرعه ونقلت اللي ما وصلش الحرق، والحله التانيه قلت بدل ما لسه اغسلها وتضيع وقت طلعتها في البلكونه وقفلت عليها البلكونه عشان ما يشمش هو اللي وبعدين ابونا داخل فعمل لي كده، انت حرقتي ايه النهارده؟ قلت يوه انت شميتي ازاي؟ قلت له دي الحله في البلكونه عشان ما تشمهاش. وبرده يعني طبعا الفيديو اللي احنا شفناه ده الفيديو اللي هو بتحكي عنه تاسوني لما اول ما راحوا امريكا وكانت بداية خدمتهم في المهجر. طبعا ابونا بشوي كان بيتميز بانه رجل خدمة ناري، كانت خدمته كلها نارية، خدمته كراستو. ابونا اسس اكتر من 20 كنيسة، طبعا اشهرها كنيسه ماري جرجس بسبورتنج اللي احنا عارفينها. وطبعا كان بيساهم بصوره فعاله جدا في خدمه الفقراء والمهمشين بمشاركه طبعا تاسوني انجيل اللي عاشت امين على هذه الخدمه مخصصه ومكرسه حياتها كلها للخدمه بشتى المجالات. معلش هنتفرج على الفيديو 15 بي. Very heavy for me to drive him. He asked Abuna, who was with him. He told him phone the church, see if any of the buses. There were two buses and one microbus. She wasn't the microbus. See if there somebody. They don't leave yet. They're still in the church. Let them pass here to take the books instead of he will take in his car. So he phoned, they said the two buses went and the microbus ready to go. Everybody is in and filled, they were being filled. So they said, stop, stay. Sayyidina wants you to pass on the house of Abuna to pick some books to take them. She told me after, she came after a month, after this visit. She told me I danced. in the microphone. Was very, very happy. She said, yes, you are the man of the house. Then they came. I don't know her, but for me, I never have seen her, so I never remembered her, the one that was telling me, I want to come. She came and were very, very happy. All the group came up and she said that we went all through the house, all the rooms, all the kitchen and the restroom and everything. We passed all over the house. She was very, very happy. They took the books with them and they went away. I don't pay attention that this is the one that wants anything. Thank God that they took the books first. After a month, she phoned me and she said, can you come to visit Father Bishoy? And you want to come home? Can we? Okay, of course, you can come. Welcome. I welcome everybody I know that I know now. Every day nearly I have trips, groups. So I told her, of course, you can come. She came, they came. And then when she sat here, she told me, I wanted,
She said first that I'm always, I don't want anybody or something. I don't know what she think in her mind. تصوني أنجيل تميزت إنها كانت بتعشق القديسين، وكمان كنيستنا القبطية بتعلمنا إزاي نحب القديسين بتاعنا ونكرمهم جدا، لأن إكرام القديسين هو إكرام لله ذاته، ولأننا كمان في كنيسة وكنيسة في إكرامها للقديسين وزعت أعيادهم على مدار السنة، ففي كل يوم من أيامنا بتحتفل الكنيسة بعيد على الأقل قديس من القديسين، فما فيش يوم من عندنا بيخلو من تذكار قديسة واحد على الأقل. كانت تصوني أنجيل كده برضو بتعشق القديسين، فبيحكى إنه في مرة هي كانت مرافقة أبونا بشوي كامل في برة للعلاج، وكان في مستشفى وحالته حرجة جدا، وكان مصادف اليوم ده عيد أمنا العذراء مريم. ف طلب أبونا بشوي كامل من تصوني أنجيل زي ما هم متعودين في بيتهم في حياتهم وفي إكرامهم للقديسين إن هي تروح تشتري ورد علشان يزينوا بيه صورة العذراء مريم ويعملوا لها تمجيد. وكانت فعلا لسه هتسيب الأوضة بتاعته في المستشفى وهتروح تجيب الورد، وبالصدفة دخل أب كاهن ومعاه بوكي ورد جميل، وقال له إنه كان في واحدة عايزة تدخل أوضته علشان تزوره وتقدم له بوكي الورد وهو تعبان، لكن الدكاترة منعوها لأنه كان في حالة حرجة. فهو أخذ الورد ودخل وقدمه لأبونا بشوي كامل، فرحوا جدا وفرح جدا أبونا بشوي كامل، واعتبر أن دي زي رسالة حلوة من العذراء أنه هي متعودة أن هم بيكرموهم في بيوتها في بيتهم، وما بيسيبوش أي عيد من أعياد أمنا العذراء مريم إلا وبيكرموها وبيزينوا صورتها بالورد وبيقولوا التمجيد بتاعها، فهي حبت إن هي تجيب له الورد بتاعها بنفسها بالطريقة دي. اعتبرها رسالة جميلة جدا أبونا بشوي كامل، وطبعا فرحت جدا تصوني أنجيل لأن هم بيورونا وهم درس لينا إزاي عشقهم للقديسين وإكرامهم للقديسين بيخلوا فيه صداقة بيننا وبينهم، بيبقى في درجة من العشق هم وصلوا لها وادوها مثال حلو لكل ولادهم الروحيين وكل تلامذتهم الروحية كمان. بدل ما جينا عند الحكايات هنفضل، يعني أنا تعمدت أن أنا أطلب من بعض بنات تصوني أنجيل اللي هم عصروها وعاشوا معاها هذه الحكايات انهم يقولون على بعض الحكايات دي. طبعا بيقول كان مرة واحدة من بناتها راحت لها تحكي لها مشكلة، وكانت دايما تقول لها معلش يا تصوني، معلش معلش ممكن تقولي لابونا وتقولي، كانت تصوني دايما وتحكي له المشكلة، يعني كانت تصوني ترد عليها تقول لها حاضر، وابتسامة كده المعتادة بتاعتها تقول لها يسوع معاكي. فالبنت بتتكلم تقول عن مقدار السلام والفرح ده بعد كلمة حاضر، ازاي كانت بتحس ان كل حاجة فعلا كانت بتتحل بسهولة جدا عشان كلمة حاضر، لان كلمة حاضر طالعة بكل محبة وصلاة من قلبها. برضو من كلام بعض بناتها بتقول ياما في الخلوات كنا نقعد حواليكي، ده على لسان البنت اللي بتقول كده، ياما في الخلوات كنا نقعد حواليكي وتحكي لنا عن ابونا بشوي وبمنتهى التواضع وانكار الذات، زي ما انا بقول دلوقتي من شويه ان تصوني انجيل ما فيش فيديو واحد بتتكلم عن نفسها، كله عن ابونا بشوي، ما تتكلمش عن نفسها خالص، ولو جابت سيره نفسها بتبقى في حياه جات مضحكه وتقعد تضحك على نفسها، زي ما شفنا موضوع الطبيخ اللي هي بتحكي عنه، او ما جم امريكا ازاي كانت بتتريق على نفسها. بتقول برضو بعض بناتها كنا بنصحى معها من الساعة 4 الفجر نصلي التسبيحة ونكمل يومنا بين السبع صلوات، سبع صلوات تخيلوا، غريبة شوية، والكتاب المقدس والخلوة الفردية. تصوني أنجيل اللي عرفوا عنها انها كانت شديدة جدا، مع ذلك حنية متناهية جدا. مش برضو الكلام على لسان بناتها بتقول مش ناسية لما كنت صغيرة وكنت في سهرة الأنبا أبراهام في الفيوم
وكنت مش طايله الكرسي اللي قدامي علشان اسند راسي وانام، ولقيتك يا تصوني بتطبطبي عليا وتحطي راسي على رجلك عشان انام. بتاخد راس البنت وتحطها على رجلها. بتقول انا يومها اتاثرت قوي من الموقف ده، وعرفت قد ايه انت طيبه وحنينه، يعني ما زعلت، يعني ما زعلتليش عشان كنت هنام، بالعكس لا لا خالص، لاحظتي فعلا انا ازاي تعبانه ومش قادره ونيمتيني على رجلك. حوار شيق. في كمان حوار شيق بين تاسوني انجيل وبناتها في الكنيسه في المرحله الثانوي، وكان الحوار ده حصل من 3 سنين، كان موافق يوم الاحد 25 مارس 2016، كان في عيد نياحة أبونا القمص بشوي كامل. ذكرت تاسوني مع بناتها مرحلة ثانوي، قالت لهم إنها عاشت مع أبونا بشوي كامل لمدة 19 سنة وشهرين، وأكدت إن خلال مدة الجواز دي كلها عمرها ما شافته يوم واحد بس حزين ولا متنكد ولا أي، كان دايما فرحان وجواه فرح روحي من قلبه، كان ظاهر على وجهه الملائكي دايما. رغم احنا بنأكد انه طبعا حياة ابونا بشوي كامل ما كانتش سهلة، بالعكس دي كانت صعبة وفيها متاعب كتير، وهو تعرض لمشاكل وضغوطات كتيرة وتهديدات كتيرة، وخاصة في مشاكل البنات اللي كانوا بيتعرضوا لارتداد وحاجات زي كده، فكان في خدمته مشاكل كبيرة جدا، وطبعا في اسكندرية كان فيها مشاكل كتير مع ابونا بشوي كامل. لكن مع كل الظروف دي ومع كل محبته لولاد واهتمامه بكل مخدوم ليه بشكل شخصي وتأثره بيه بمشاكله وبحياته كلها بشكل شخصي وفردي مع كل مخدوم، لكن في كل الظروف دي كلها عمره تماما ما كان يوم واحد حزين، لأن كان جواه هو الفرح الروحي ده، كانت بتأكده تاسوني أنجيل وذكرته مع بناتها. وقالت كمان انه حتى لما انتقل وراح السماء فضل لمدة 2 سنين يظهر لها بعد النياحة كل يوم في أحلامها. كمان من ضمن الحاجات الحلوة اللي شاركت بيها بناتها، قالت تاسوني أنجيل ان أبونا بشوي كامل كان متعلق بالكتاب المقدس جدا جدا، كان وقته كله بيحبه جدا وبيعشق كلمة ربنا وبيعشق الكتاب المقدس جدا وتفسيره والتأمل، وهو كان إنجيل معايش. يعني كانت حتى بتهزر تاسوني أنجيل وبتقول له أنا كم مرة هسخن الأكل، فقالتها له بهزار كذا مرة، يعني بتدينا صورة إنه قد إيه حتى علشان مش قادر يسيب الكتاب المقدس عشان يروح يأكل وكذا. تاسوني كمان قالت إنه في خلال مرضه بمرض الفردوس كان فرحان جدا، كان بيقول لتاسوني دايما ربنا بيزينني كما تزين العروس لرجلها. أبونا طلب من تاسوني إن نجيب له التونيا بتاعته والبرنس للبيت قبل نياحته بحوالي شهر، وتاسوني كانت بتأكد للناس كلها ان هو كان ابونا عارف ميعاد نياحته. وبعد كده اتكلمت تاسوني بعلاقه ابونا بشوي بالمذبح، كانت بتقول جمله جميله جدا، كان ابونا بيشبه المذبح بالروشيتا، الروشيتا اللي بيوصفها الطبيب لكل مريض، كان اي حد عنده مشكله كان بيحطها على المذبح ابونا كانت تتحل. طبعا دي عارفين اصلها كمان مين، من والده الروحي البابا كيرلس السادس رجل الصلاه. تاسوني احيانا كانت تسمع ابونا بيتكلم نفسه، كان بيقول ايوه كده يا رب، ايوه كده، خير لي انك اذللتني حتى اتعلم ناموسك. جملة جميلة جدا، خير لي أنك أذللتني حتى أتعلم ناموسك. وكانت دايما بتقول لأبونا عن أبونا يعني مثالا للرجل القوي الخاضع لرؤساء الكنيسة. أي أب كاهن أو أي خادم، دي رسالة لكل أب كاهن وخادم، الخضوع لرأس الكنيسة. وعلشان كده أصبح أبونا بشوي كامل
وأصبحت تصوني أنجيل. كمان في نصايحها لبناتها بنات ثانوي، قالت لهم نصايح حلوة قوي وبتنفعنا إحنا لينا وفي الخدمة ولولادنا كمان في الخدمة. النصايح ادتهم 5 نصايح مهمة قوي. أول نصيحة قالتها لهم تصوني أنجيل إن علامة حبي لربنا إني أخدمه. فقد إيه فعلاً إن اللي يحب ربنا يخدمه، يخدمه في كل حاجة، يخدمه في وقته، يخدمه في ولاده، يخدمه في كل عمل حلو ممكن يقدمه لربنا أو لولاده أو أي حد أيا كان في أي مكان. إحنا اللي محتاجين الخدمة، أكيد الخدمة مش محتاجة حد معين، لكن إحنا اللي محتاجين الخدمة ده لبنياننا إحنا، وإن إحنا نشارك ربنا في العمل العظيم ده اللي هو بيتحولنا إن إحنا نشاركه فيه في خدمة ولاده. فدي كان نصيحة حلوة قوي، دي كانت أول نصيحة قالتها لهم إن علامة حبي ربنا إني أخدمه. نصيحة تانية مهمة قالتها تصوني أنجيل إن ربنا مش بيحب الفضلات، ربنا بيحب الباكورات. فأنا يوم هدي ربنا من وقتي، من خدمتي، من قعدتي معاه لقراية كتاب مقدس، صلاتي، هديله أحسن وقت عندي، هديله أحسن تقدمة عندي، ما اديلوش الباقي أو ما اديلوش أي حاجة أنا مش عاوزاها، لا أديله أفضل حاجة عندي وأول حاجة عندي. ودي كانت نصيحة تصوني أنجيل لبناتها. والنصيحة الثالثة اللي قالتها تصوني أنجيل إن مدارس الأحد دي زي الأكل والشرب. يعني في حد ينفع يعيش من غير أكل وشرب؟ أكيد لا. نفس الكلام، مفيش حد بالذات لسه الأولاد وهي لسه بتتبني في حياتها الروحية من السن الصغير محتاجين مدارس الأحد، فما ينفعش أبدا يأثروا في حضورهم والتزامهم بمدارس الأحد لأي سبب من الأسباب، لأن الحضور ده هيغرس فيهم حاجات مهمة قوي هم هيدركوها فيما بعد. النصيحة الرابعة اللي قالتها تصوني أنجيل إن افرحوا إنكم أولاد وبنات الكنيسة القبطية. ودي فعلا أصلا لمسناها في حياة تصوني أنجيل، هي من أسرة قبطية أصيلة وبتعشق اللغة القبطية، فهي كانت أم فاضلة وخادمة أمينة وخادمة فيها كل المواصفات المفترض تكون موجودة في أي خادمة، إنها تحبب أولادها نمرة واحد في السيد المسيح، وإن هي تسلمهم اللغة القبطية لغة كنيستنا، وإن هي تحببهم في كنيستنا القبطية بكل الطرق، من خلال القديسين، من خلال القبطي، من خلال التصرفات، من خلال الكتاب المقدس. هي تصوني أنجيل كانت إنجيل معاش وإدت نصيحتها دي لبناتها لثانوي. وآخر نصيحة قالتها لهم في نفس اللقاء، قالت لهم نصحت البنات إنه ما يشيلوش هم أي شيء. وفعلا الفضيلة دي هي من أهم الفضائل اللي تعلمتها، من فضائل كتير طبعا اللي تعلمتها من أبونا بشوي كامل، إنه ما تشيلش الهم مهما كانت الظروف ومهما كانت أي صعوبات عندهم في الطريق أو أي متاعب، إنه يخلوا اتكالهم على ربنا، وإنه خلاص إحنا اتكلنا على ربنا، ربنا هو اللي بيتصرف وكله في وقته. مرض أبونا بشوي كامل ومعونة ربنا لي بمساعدة تصوني أنجيل برضو. أبونا لما أصيب بمرض الفردوس زي ما احنا عارفين كان سنة 1979 في وسط حياته المثمرة، فعشان كده أخلصت لنشر سيرته النقية واستمرت في العمل الخدمي، وكانت دايما بتواظب على التردد على زيارة المزار المقدس بعد نياحته، طبعا عارفينه في كنيسة ماري جرجس بسبورتينج بصفة شبه يومية، وتابعت كل الخدمات، تابعت كل الخدمات اللي كان بيقدمها أبونا بشوي، بتكمل رسالته علشان تقول له أنا هكمل رسالتك كزوجة معينة نظيرة ليك. وفي حاجة كمان استغربنا ليها كلها، إن احنا لما نفت التصوني إن ما تردد عن طلبه لمرض الفردوس، نفت الموضوع ده تصوني، قالت أبونا ما طلبش المرض ده. أنا مش عارف صحة الكلمة دي أو صحة الخبر ده، بس كان مفاجأة لينا فعلا أن أبونا ما رفضوش، ما طلبوش آسف، لكن ما رفضوش، لم يطلب المرض تماما. فبتقول اوعى تطلب صليب لنفسك ما تقدرش تشيله، ده كان كلمة أبونا بشوي دايما يقولها، اوعى تطلب لنفسك
صليب ما تقدرش تشيله، وفي نفس الوقت ما طلبش ان هو يشفى منه. فاذا هو عمل ايه؟ هو ما طلبوش لكن ما رفضوش، بالظبط زي دعوة الكهنوت. الكهنوت لا يطلب ولا يرفض. حتى انه في يوم من ايام من قسوة الالم كان ابونا تعبان جدا، فبتقول له انا قلبي اتقطع، وقلت له يا ابونا انا عمري ما سمعتك بتطلب من الشفاء من ربنا. بتقول له مع انك لو طلبت الشفاء من ربنا ربنا هيشفيك. فقال لها ازاي؟ طب انا هطلب من ربنا انه يشفيني ازاي؟ فقالت له هي خطيه يعني ولا ايه؟ ما انت بتصلي في الكنيسه للتعبانين وللمرضى. فقال لها ايوه طبعا اطلب من اجلهم، لكن انا نفسي تحت امر ربنا وانا طوعا لي، فممكن لا يمكن ومن المستحيل ان انا اطلب لنفسي انا. ابونا بشوي عايش حياة التسليم بطريقة عملية، ورمى كل حمله على ربنا زي ما كانت ماجي بتقول من شوية، فصار انجيل معاش قبل ما تنيح. ابونا بشوي انجيل معاش، وكملت هذه الرسالة المفرحة زي اسمها بالظبط، الانجيل المفرح او البشارة المفرحة. كان حكاية تانية انه ابونا كان معاه في غرفة في مستشفى في دمنهور، او هو كان اسف كان راح يصلي لواحد في مستشفى في دمنهور، وكان المريض اللي جنب اللي ابونا راح يزوره ده كان واحد غير مسيحي. الراجل ده شاف هلة من النور فوق رأس ابونا، الراجل غير مسيحي شاف هلة من النور فوق رأس ابونا، فقال في نفسه انا مش لا يمكن هفوت الفرصة دي غير لما اقرب من ابونا. قال حاول الاقتراب بطريقة لا يشعر بها ابونا منه، وحط رأسه تحت ايد ابونا، وابونا ساعتها ما شافوش. الراجل الغير مسيحي ده تم شفاؤه لدار علشان حط رأسه تحت ايدين ابونا، واتضح من التحاليل ان كل حاجة انتهت من هذا الرجل، والرجل اصبح مشافى ومعافى. بتحكي تصوني انجيل وبتقول ان ابونا بشوي كامل وهو في الغيبوبة كان بيصلي القداس بالكامل، كان قلبه متعلق تماما بالقداس لان هو كان بيصلي يوميا. كمان ذكر انه من بناتها الروحيين ان حتى تصوني انجيل وهي من كتر حبها في حياة الصلاة والتسبحة، هي كمان وهي نايمة كانت بتصلي التسبحة حرفيا كلمة كلمة، كانت حافظاها من اولها لاخرها وكانت بتتلوها حتى وهي نايمة. فحقيقي تصوني انجيل انطبقت عليها الآية في سفر المزامير اللي بتقول امرأة فاضلة من يجدها فإن تمنها يفوق اللآلئ. طبعا احنا وقت الحلقة بيجري، فللأسف عايزين نتكلم كتير قوي، لكن هنروح لما كانوا بيسألوا تصوني انت بتشوفي ابونا في المنام وبتتحدثي معاه، ساعتها سكتت تصوني كده وقالت ابونا فعلا بيجي بالفعل كأنه مازال حي، لدرجة انها لم تتذكر انه في الشتاء وهي ما زالت على الارض كان الحلم المختلف، انها حلمت بمكان واسع قوي 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 زي تل كده. فسألت اللي حواليها قالوا لها ده هناك كل الالهة، فبتقول هربت اتظنت انه المسيح الدجال يعني. بعدين لقت فيلا عملاقة قوي فدخلت ولفت، بتقول هي لفت نظري جلوس ابونا في ابهى صورة اول الصفوف، فسالته ايه ده؟ ايه اللي انا شفته بره ده؟ فقال لها هذه هي رساله بولس الرسول الى تسالونيكي. فاستيقظت بتقول تصوني، بعدين ابتدت تقرا الكتاب المقدس، فلقت انه كل ما حلمت بيه كان في ايه 2 بيقول المدعو فوق كل الالهه. ممكن بعد كده نشوف الفيديو الخاص بأبونا تدرس في الرساء بتاع
تصوني أنجيل. أعتقد 9 7. احنا حاسين ان ده يوم عرسها بالمسيح يسوع، وذكرتني هذه النياحة بالأخت المباركة، بنسى الأسماء، ما هي مش مع السن، اللي هي المدام فوزية، كنت بزورها في اللحظات الأخيرة من نياحتها، فطلبت جوزها قالت له عايزك توعدني، فقالت لي بص يا أبونا أنا مش عايزة الجنازة تكون في المدافن، فيش بني آدم يحضر غير جوزي لابس البدلة بتاعت الزفاف بتاعته عشان أرحل الزفاف بتاعي، مش عايزة كهنة، كاهن واحد بس تحضر وشماس واحد، مش عايزة أكتر من كده. صدقوني يا أحبائي أنا تأثرت طبعا جدا، هو بكى وقعدت مع الأبهات اللي هنا قلت لهم يا ريت نعمل وصية كلنا ككهنة تبقى وصية بقدر الإمكان أن نياحة الشخص تشهد للمسيح قبل كل شيء. ماري يشوع ابن سيراخ كتب كلمة شغلتني قوي لسنين سنين الأخيرة، بيقول أن المؤمن لا يعرف الشيخوخة، المؤمن لا يعرف الشيخوخة، وما فيش حاجة في الكنيسة اسمها واحد يطلع على المعاش، لا أسقف ولا بطرك ولا كاهن ولا شماس ولا المؤمن العادي، لغاية النفس الأخير لا يفارقه منظر اللقاء مع المسيح في الفردوس. الحقيقة تسوني أنجيل، يعني أنا طبعا لي 8 سنين برا المنطقة، وتوقعت إن أجي عليها تعبانة أو غيره زي ما بسمع وأنا هناك، لكن فوجئت إنها كما هي في خدمة مدارس الأحد لا تنحرف يمينا ولا يسارا عن العمل الروحي، لا تدخل في مشاكل الكنيسة ولا تدخل في سياسة الكنيسة ولا تدخل في سيرة كاهن أو بطرك أو أسقف أو أي حاجة، هو الموضوع اللي شغلها الولاد دول وهي يبقوا عايشين مع ربنا. صورة جميلة الحقيقة تشهد للكلمة بتاعت يشوع ابن سيراخ، إن الإنسان المسيح المؤمن الحقيقي يبقى للنفس الأخير ما فيش شيخوخة لكن دائم الالتصاق بربنا. الحاجة الثانية أيضا أحبائي في حياة تسوني أنجيل، لما هم طبعا سنة 70 راحوا أمريكا أول كاهن ينتدب من هنا، كان فيه قبلهم اترسموا 2 بس أول واحد يعني حول منطقة، مش بس منطقة كاليفورنيا لكن كان ليه تأثير على أرض المهجر هو وأنجيل في الفكر الروحي السليم، وكان بيتحدى الناس اللي يقولك احنا في أمريكا دي ما تناسبناش، أثبت ليهم أن المسيح أينما وجد يعطي نجاحا. وأرى في تسوني أنجيل الإنسان المحب للتسبيح، المحب للإنجيل، المحبة لخلاص كل نفس. أرجو اللي يحب يقدم هدية ليها، مش حضورنا الكنيسة ولا الكتابة في أي مكان، لكن نعيش زي ما هي عاشت. بتذكر الكلمة اللي قالها القديس يوحنا الذهبي الفم لما كانوا ينفعلوا جدا، كمان أرسل القمص لوقا سيداروس لرساء لتسوني أنجيل. أرسل القمص لوقا سيداروس كاهن كنيسة أبو سيفين والأنبا برام بتورنس بكاليفورنيا برسالة تعزية في رحيل تسوني أنجيل زوجة المتنيح القمص بشوي كامل. حملت كلمات الرسالة مشاعر محبة صادقة جمعت الأبوين أبونا بشوي وأبونا لوقا ومعهما أبونا تدرس يعقوب شريكهما في الخدمة بالكنيسة ذاتها، وكذلك زوجاتهم التي شاركناهم أعباء الخدمة في الإسكندرية.
الرسالة تضمنت إشارات لحياة التقوى والخدمة التي تميزت بها تاسوني أنجيل. وقال أبونا لوقا في رسالته: قد شهدت الكنيسة كلها الملائكة والناس معا رباط الحب الإلهي الذي عشناه معا، أبونا بشوي وأبونا تدرس وضعفي وزوجاتنا، الأمر الذي يصعب وصفه ويندر تكراره. وعن حياتها هي والمتنيحة القمص بشوي كامل قال: لقد عشت كأطهر زوجة لأقدس كاهن في جيلنا، وقدمت مثالا حيا يندر تكراره للنسك وحياة التجرد وأنت في العالم تعيشين. وعن علاقتها بالكنيسة قال أبونا لوقا: صرت أيقونة لأرثوذكسية الحياة في حب وتمسك بطقس الكنيسة ولغتها وألحانها وأعيادها وقدسيها على نفس النمط اللي عاشه شريك حياتك أبونا الغالي. واختتم أبونا القمص لوقا سيداروس، اختتم طالبا صلواتها: اذكري الكنيسة واذكرينا فقد صرت الآن في مواضع الشفاعة. اختتم أيضا نيافة الحبر الجليل الأنبا بافلي الأسقف العام وأسقف الخدمة بقطاع المنتزة ومسؤول الشباب بالإسكندرية صلوات تجنيس جثمان تاسوني أنجيل بكلمة قال فيها: باسم كل الأباء والأساقفة الموجودين وباسم مجمع الأباء الكهنة كهنة الإسكندرية وجميع الحضور من خدام وخادمات الكنيسة والشعب، تاسوني أنجيل خدمت بكل أمانة وكرست حياتها إلى الخدمة والكنيسة حتى آخر لحظة في حياتها على الأرض، فكانت مثال لكل امرأة فاضلة مثل سيدات كثيرات كنا في العهد القديم. حدثنا عليها الكتاب المقدس: نساء تخلت عن المرأة والزينة في حياتهم في نظير الخدمة، فكيف الأنثى أن تتخلى عن زينتها؟ فهي إنسان فاضلة وإنجيل معاش، خدمت بأمانة ورحلت طائرة إلى المجد الأبدي. أحبائي، ختاما يقول القديس، يقول معلمنا بولس الرسول إلى القديسين الذين في أفسس رسالة: لذلك اشترط أن يكون الشعب كله قديسين، القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. طالما الإنسان يعيش في حياة التوبة وفي شركة مع الله ويعترف ويتناول وهو مدقق في حياته الروحية، فإنه يكون أيقونة ويكون قديس، لكن على رجاء أن يكمل جهاده بسلام. وهذه شركة بيننا وبين القديسين، نحن لا نعبد هؤلاء ولكننا نعبد إله هؤلاء. لذلك يصرخ الأب الكاهن في القداس كرولوسي يقول: إننا يا سيدنا لسنا أهلا أن نتشفع في طباوية أولئك القديسين، بل هم القيام أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا هم عوضا عنا، يتشفعون في مسكنتنا وضعفنا. ويصرخ الأب الكاهن أكثر ويقول: كن غافرا لخطايانا، تاركا لأثامنا من أجل طلباتهم المقدسة، من أجل اسمك العظيم المبارك الذي دعي علينا. أحبائي مشاهدي قناة لوجوس، كنا مع سيرة عطرة تقدست أفواهنا بها إنها أطهر زوجة لأقدس كاهن، حياة وسيرة تاسوني أنجيل باسيلي زوجة القديس المتنيح أبونا بشوي كامل. نطلب صلواتهم المرفوعة عنا أمام رب المجد يسوع لتشفع فينا بأنات لا ينطق بها. أشكركم جميعا إخوتي أحبائي مشاهدي قناة لوجوس، بشكر ماجي اللي كانت معايا النهاردة اللي تعبت في أعداد هذه الحلقة. أشكركم جميعا وإلى لقاء في حلقات أخرى من حوار على الهواء.
قريبة